آخر فقرة هتكون معانا النهاردة هي فقرة ليها علاقة بتبادل الجاسوس الإسرائيلي بالأسرى المصريين، تحديدا إيلان جرابيل أو جرابيل، بقى ما قريتش الاسم بالإنجليش للأسف، مش عارفة هو بيتنطق إزاي، بس يعني هذا الإيلان الجاسوس الإسرائيلي اللي كان موجود في مصر وقت الثورة هيتم تبادله ب 25 أسير مصري. الصفقة هتتعمل النهاردة، آخر كلام إنها الساعة 4، لأن الكلام اتغير أكتر من مرة، بس آخر كلام إنها هتبقى النهاردة الساعة 4. طبعا لازم نشيد بدور المخابرات المصرية في إتمام هذه الصفقة، لازم نشيد بدور مصر بشكل عام في إتمام الصفقة دي والصفقة اللي فاتت على طول ليها علاقة بالأسرى الفلسطينيين في تبادل جلعاد شليط بمجموعة من الأسرى الفلسطينيين. هو نتكلم عن الصفقة اللي هتتم النهاردة، معناها إيه، ونفهم تفاصيل اكتر من ضيفنا اللي بينورنا في استوديو النهارده، استاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير. صباح الفل. انا احب الفقرات اللي فيها حاجه ايجابيه دي، لان عاده ما بعدين بنقول مساوئ، فالنهارده هنقول حاجه بعتقد المصريين كتير فرحانين بيها. يعني انا اتصور ان دي حاجه قويه جدا بالنسبه للمخابرات المصريه، الجهاز ده اللي بيعمل ابتداء من ثوره 25 يناير، انا اتصور ان ده الجهاز الوحيد او المؤسسه الوحيده اللي بتعمل في مصر بلا اي صراعات بلا اي مشاكل، بتعمل في صمت، بتعمل في هدوء. هي من قبل الثوره بتعمل في صمت، هي من انا بتكلم على اللي بعد الثوره. يعني احنا شايفين في كل القطاعات في اضرابات، حتى الداخليه حصل فيها اضرابات. فده الجهاز الوحيد اللي بيعمل في صمت، سايب كل ما يدور حواليه لكن مركز في شغله كويس جدا. ابتدى من بعد الثورة حقق انجازات، قبض على إيلان جرابيل، عمل صفقة جلعاد شليط، دلوقتي بينفذ الصفقة بتاعت جرابيل بالأسرى المصري بالمساجين المصريين اللي موجودين في السجون الإسرائيلية. خلينا الأول يعني قبل ما نتكلم على تفاصيل الصفقة أو التبادل، أصلا إيلان ده حصل أول ما اتقبض عليه حصل هجوم شديد جدا على أنه ها أنتوا بتحكوا علينا ده مش جاسوس، هو في جاسوس بالسذاجة دي وبالعبط ده، أنتوا أكيد بتحكوا علينا عشان تخلونا يعني ملف إلهاء جديد من ملفات الإلهاء اللي كانت دايما بنتعامل الحكومات يعني بتتعامل معانا بيها، ولكن ثبت واضح انه فعلا جاسوس. يعني هو فعلا جاسوس، هو وقتها جاسوس. فعلا طلع كتير قوي على الفيسبوك وعلى البوست حركات وتيارات كتير قالوا ان ده عشان يلهونا عن اللي بيحصل في ميدان التحرير، او ان احنا ما نوقفش من ميدان التحرير، او ما يحصلش اي تطور للموقف، فجابوا شخصية وقالوا ان ده جاسوس اسرائيلي، لكن اتضح الامور ان هو جاسوس اسرائيلي وجاسوس ويحمل الجنسية الامريكية كمان، وادي يعني ده دليل قوة للمخابرات المصرية ودليل قوة للحكومة المصرية في الوقت الحالي ان هي فعلا ما بتكذبش على الشعب. يعني تمام. بالعكس، هو دي اول مرة يتم فيها تبادل اسرى مصريين بجاسوس اسرائيلي؟ لا، دي حصلت قبل كده من 7 سنين مع عزام عزام، وتم تبادله بست طلبة المصريين اللي كانوا عبروا الحدود المصرية الاسرائيلية واتقبض عليهم هناك، فتم المبادلة بين عزام عزام اللي كان واخد 15 سنة ومع الست طلبة دول، ده من 7 سنين بالظبط. طيب ال 25 مصري اللي هنستردهم النهاردة ان شاء الله، منهم 3 اطفال بس. الاول سمعنا ان احنا هنبدل إيلان ب 80 مواطن، 80 اسير، او هو كل الاسره يعني او كل المسجون. لا، هو اللي موجودين هناك في السجون الاسرائيليه حوالي 80 او حاجه و80 واحد مصري، لكن اللي تم في الصفقه دي اللي فرج عنهم اللي هو 25 واحد مصري من بينهم 3 اطفال. تمام. هو ازاي بقى الناس دي اتقبض عليها؟ يعني الناس دي كانت جواسيس يعني ولا كانت؟ لا، دول مش جواسيس خالص، دول متهم عليهم في احكام جنائيه فقط لا غير، احكام تجاره مخدرات، احكام عبور الحدود بطريقه غير شرعيه، تجاره سلاح، وكلهم من اهل سيناء. بس في الاطفال وثلاث اطفال تقريبا عبروا الحدود او تاجروا في المخدرات بطريقه غير مباشره. بنعرف اعمار ال 25 ولا لسه ما نعرفش التفاصيل دي قوي؟ لا، هي الاعمار، هي الاسامي نزلت كلها لكن الاعمار لسه ما تحددتش يعني، بس كلهم، كل ال 25 من سيناء. واتصور ان دي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه من الحكومه عاملاها دلوقتي او المخابرات عامله دلوقتي، ان هي تقدر تجيب جميع السيناويه اللي محجوزين بعد التاريخ الخلاف الطويل قوي او اللي حصل من ايام العهد البائد مع اهالي سيناء والمشاكل اللي مع اهالي سيناء. فده حاجه يعني اتصور ان دي حاجه هديه بتقدمها المخابرات المصريه للعرب لاهلنا في سيناء. ما هي دي الفكره، لانه يمكن كنت بدردش معاك قبل الهوا على طول، انه طول الوقت بنقول الملف في سيناء لازم يتفتح ولازم يتم اعمار سيناء وخدمات لسيناء ولازم يتم التعامل معاهم غير بالشكل الامني السخيف جدا اللي كان بيعاني منه اهل سيناء شمال وجنوب. هو للاسف شديد كان التعامل الامني ده خلق حزازيات بين اهل سيناء وبين مع ان انا عايز اقول لحضرتك ان في اهل سيناء اغلبهم وطنيين جدا واغلبهم نفسهم هم اللي بيدافعين عننا على فكره كتير. طبعا واغلبهم قدم
تضحيات كبيره جدا في من 67 لغايه 73، يعني في الفتره دي قدموا تضحيات كتير وعملوا وفي نماذج مشرفه كتيره جدا من اهل سيناء بالذات اللي احنا اللي تعامل معاهم النظام الباب بشكل متعسف جدا وشكل امني جدا بلا اي سبب يعني. صحيح، فبالتالي بعتقد ان ده حاجه ايجابيه، يعني بنقول تحيه لكل السنوية من البرنامج. وان شاء الله لو 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 في حد تاني من الاسرى الثمانين يعني من اهل سيناء ان شاء الله هيتم استرددهم يعني باقرب في اقرب وقت يعني. والله احنا نتمنى ان هو في اقرب وقت نسترد كل اللي موجودين هناك. هو الاول كان التفاوض ما بين مصر واسرائيل على حد تاني غير هو على واحد اسمه عودة ترابين، ده موجود جاسوس برضو مصري، جاسوس اسرائيلي موجود هنا في مصر ومحكوم عليه بقاله 11 سنه في السجن. كان تم التفاوض الاول على عودة دي لكن مصر رفضت، وعلى اكتر من واحد. ليه رفضنا يعني؟ هل هو اهم مثلا من ايلان فقلنا نديهم ايلان وناخد؟ والله هو على بحاول افهم ما ليش لا هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو ايلان طبعا التدخل الامريكاني لانه يحمل الجنسيه الامريكيه برضو. صحيح. التدخل الامريكاني في اخر وقت تقريبا ممكن يكون خلى الاسرائيليين يعني ينقلوا تفاوضهم من الترابين ل ايلان. تمام. فهو التدخل الامريكي ده لانه يحمل الجنسيه الامريكيه. صحيح، ولكن الاول كان هيتم ما كانش هيتم برضو التبادل مع ترابين. ما كانش. لا لا. تمام. وده خليني اسال بشكل عام، هل اسرائيل عماله تعمل صفقات وترجع اسرى وتاخد رجالتها يعني؟ ده ليه علاقه بالربيع العربي يعني؟ انه ولا ليه علاقه باللي بيحصل حواليها؟ هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اكيد طبعا يعني اكيد هي شايفه الامور بتتغير من حواليها وشايفه ان الدول العربيه بتتغير واراده الشعوب بقت قويه جدا. فهي عايزه دلوقتي اتصور يعني اللي انا شايفه ان هي عايزه تهدي من المنطقه، تهدي من صورتها قدام الدول الاخرى او الاطراف الاخرى اللي هي داخله معاها في صراع، وخاصه زي ما حصل مع حماس ان هي تدي 1027 واحد مقابل جلعاد شريط. ده برضو نوع من انواع محاوله تهدئه نوعا ما مع حماس. اللي حصل مع مصر طبعا يعني الاراده الشعبيه المصريه وقوه المفاوض المصري واداره المخابرات المصريه خلت ان اسرائيل برضو تتراجع وتفاوض وتسلم، رغم ان دول محكوم عليهم جنائيا يعني. يعني كان ممكن تقول دول محكوم عليهم جنائيا، ما هماش جواسيس، ما هماش اي صحيح. حاجه، لكن هي محتاجه انها تهدي الاوضاع، فده مكسب حقيقي لمصر. تمام. مصر وفلسطين بالتبعيه مصر يعني. طبعا بالنسبه لحماس ده بالنسبه لفلسطين طبعا. تمام. طبعا. وده يخليني اسال، هو ممكن ما بقاش عندك الاجابه، انا اسفه ده جزء قانوني يعني، بس انا جه في بالي، هو اللي محكوم عليه هناك لما بيجي بنحكم عليه برضه ولا بيبعث الله؟ لا خلاص، ما هو خلاص، هو طالما انه افرج عنه هناك هو خلاص كده عفى عنه. ما بيتمش محاكمته. لا لا ما بتكملش محاكمته. هل احنا هل اعلن او عندنا امنيات يعني ان يتم بعد كده في جواسيس في يعني هل في جواسيس ثانيه اسرائيل هو في مصر؟ في مقبوض غير عليه. في مقبوض عليه. تمام. هل عندنا خطة يعني؟ هل تم إعلان من قبل المخابرات انه؟ لا، هو لم يتم الإعلان من قبل المخابرات على اي حاجة، وانت عارفة المخابرات بتعمل يعني السر نجاح المخابرات انها لا تعلن على اي شيء يعني. الا في الوقت المناسب يعني في التوقيت المناسب لما يبقى معاها الادله ويبقى معاها البراهين ويبقى معاها كل حتى الاتفاقيات او المفاوضات مع اي حاجه بتبتدي تعلن. تمام. فساعتها ممكن نتبادل بقيه الاسرى بتوعنا يعني. ممكن. تمام. النهارده هيتم التسليم زي ما قلنا الساعه 4. هو بيتضارب، بيقولوا 4، بيقولوا لسه من شويه قايلين برضو الساعه 1، يعني لسه طبعا دي حاجه امنيه يعني، فبيحاولوا ان هم يعني يتم تمويه في الوقت زي من طابة مش كده؟ هو على الشريط الحدودي مع طابة عند البوابة بتاعت الحدود. هيوصل جرابيل بالعربية من القاهرة، طلع من القاهرة هيوصل هناك طابة. هيتم هي عربية هتبقى مدنية عادية جدا وعليها نمر مدنية، هتوصل هناك مخابرات بقى مخابرات بقى يعني مش أكيد وهيتم تسليمه على الحدود مقابل ان هو هيتسلم مجموعة المصريين برضو بعد التأكد من هناك. تمام. يعني التأكد من القنصلية المصرية اللي هناك او السفارة المصرية في تل أبيب، تأكدت من أسامي الناس كلهم ان هم كلهم موجودين، فيتم تسليم صفقة تسليم وتسلم. هو هيروح إيلات، هيدخل على إيلات ومن إيلات هيطلع على تل أبيب. إيلات اللي هي في كلام عن انها اصلا مصريه اصلا. وهو في مبعوث اسرائيلي جه امبارح، محامي جه امبارح عشان جه هنا القاهره عشان يوصل مع جرابيل لغايه الحدود. واكيد طبعا الاحتياطات الامنيه، هي الاحتياطات الامنيه فوق العاده، وهي دي يعني الصفقه دي بتتم تحت اشراف مصري اسرائيلي فقط لا غير، يعني ما فيش حد من الصليب الاحمر، ما فيش مراقبين دوليين، ما فيش اي حاجه، مش زي الصفقه الاولانيه بتاعت جلعاد شاليط. ليه بقى؟
هي كده يعني؟ ده اتفاق مصري مصري اسرائيلي يعني، مش مدخلين فيه مراقبين، مش مدخلين فيه اي حد. يعني قصدي كل حد من حقه يعمل اتفاق زي ما هو عايز يعني. طب بس قصدي انه هيتصور على الاقل لحد يعني. طبعا هيتصور، ما في طبعا ما هي وكالات الانباء وفي توافد اعلامي رهيب هناك يعني، يعني اغلب القنوات الفضائيه العالميه كلها موجوده هناك دلوقتي. تمام. فهيصوروا عمليه التبديل.